اذكروا الله وانسوا ما وجدتم من الهم ذكره يا أحبة رشف نور ومغنم اذكروا الله وانسوا ما وجدتم من الهم ذكره يا أحبة رشف نور ومغنم فيه شهد مصفى فيه قطرات بلسم يملأ الروح بردا وسلاما لتنعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أخواني أخواتي في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم مجالس الذكر. سؤال في بداية هذه الحلقة أطرحه على نفسي وعليكم، كيف تتصرف إذا وقع عليك الظلم؟ إذا ظلمت كيف تتصرف؟ دائما في أحاديثنا، في خطبنا، في مواعظنا نوجه خطابا للظالم. اليوم أنا أوجه خطابي للمظلوم وأطرح عليه هذا السؤال، كيف تتصرف إذا وقع عليك الظلم؟ لا شك أن الظلم ظلمات يوم القيامة، هكذا أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الظلم واقع في المجتمعات، وربما وقع من أقرب الناس إليك. قد يقع عليك الظلم من والدك أو من ولدك، قد يقع عليك الظلم من أخيك أو من قريبك، أو يقع عليك ظلم من صديقك أو من شريكك، يقع الظلم من جارك. كيف تتصرف تجاه هذا الظلم، تجاه هذا الظالم الذي ظلمك؟ ها هنا خطوات. الخطوة الأولى، أول ما تشعر بحرارة الظلم الذي وقع عليك تذكر بعض الآيات. على رأس هذه الآيات تذكر قول الحق سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أول ما يقع عليك ظلم وتشعر بألمه تذكر: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. بمعنى أنك قد لا تجد من يعينك على هذا الظالم، بمعنى قد تكون في حالة من الضعف والقلة فلا تجد لك ناصر تسترد به حقك الذي ظلمت فيه. مما يسلي أنك تعلم أن هناك يوم، وفي هذا اليوم سيحاسب هذا الظالم وستسترد تلك المظلمة. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يملي للظالم ثم إذا أخذه لم يفلته. تذكر قول الحق سبحانه وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إذن الخطوة الأولى تذكر هذه الآية وغيرها من الآيات. الخطوة الثانية، وأرجو أن تنتبه أخي لهذه الخطوة الثانية، إذا وقع عليك ظلم من الآخرين فالخطوة الثانية تذكر من ظلمت أنت. تذكر
من ظلمت؟ لأننا أخواني أخواتي أحيانا تمر بنا حالات نكون فيها مظلومين، وبعدها بقليل ربما نكون ظالمين. أحيانا أكون أنا ظالم لهذا في الوقت الذي أنا مظلوم فيه من هذا. قد يقع علي ظلم من مسؤولي ومن رئيسي في العمل، وفي نفس الوقت أنا أمارس نوع من الظلم تجاه الخادم عندي أو الأجير أو العامل أو الموظف الذي هو أدنى مني. إذا وقع عليك ظلم فتذكر من ظلمت أنت. بعض الناس يشتط غضبا ويتسخط على من ظلمه وأخذ حقه. أقول له أنت أيضا تذكر، تذكر من ظلمت. ربما تكون هذه المظلومة زوجة عندك في البيت أنت ظلمتها، أو أولاد. ربما يكون المظلوم زوج عندك في البيت، يمكن يكون المظلوم واحدة من خواتك. أول ما يقع عليك الظلم تذكر ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى من الآيات التي تتحدث عن الظلم وعاقبة الظالمين، ثم تذكر من ظلمت أنت. هذا أمر في غاية الأهمية. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم. تذكر هؤلاء اللي ظلمتهم، روح تحلل منهم اليوم، الذين وقعت في أعراضهم، الذين سلبت حقوقهم. كيف تتصرف إذا ظلمت؟ اصبر واحتسب، فإنك تفوز بصبرك وترتفع بصبرك وتظفر بالأجر بصبرك. يقول عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. الخطوة الرابعة: إذا ظلمت فاطرق باب السماء، قل يا الله فلك دعوة مستجابة، صوتك مسموع. إن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المظلوم وإن كان كافرا وإن كان فاسقا وإن كان مجرما، الله سبحانه وتعالى يسمع دعوته ويجيبها. يقول عليه الصلاة والسلام: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، دعوة الوالد لولده. يقول عليه الصلاة والسلام: دعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماوات. ويقول الرب تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. قد تتأخر الإجابة 10 سنوات 20 سنة، ستستجاب هذه الدعوة في الدنيا. إذن هذه أحوال أربعة: تذكر ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، تذكر من ظلمت أنت، اصبر واحتسب، واطرق باب السماء قائلا: يا رب، إما أن تدعو أن تسترد مظلمتك، أو تدعو أن يأخذ الله تبارك وتعالى حقك ممن ظلمك. هكذا تتصرف إذا ظلمت. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم أن نقع في ظلم الآخرين. إن ألتقيكم بإذن المولى تبارك وتعالى في حلقة قادمة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذكروا الله وانسوا ما وجدتم من الهم، ذكره يا أحبة رشف نور ومغنم. اذكروا الله وانسوا ما وجدتم من الهم، ذكره يا أحبة رشف نور ومغنم.
فيه شهد مصفى فيه قطرات بلسم يملأ الروح بردا وسلاما لتنعم.